تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. فقد وصل سعادة السيد أغا السليم بن حاجي يوسف سفير ماليزيا إلى قصر الصخير، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. هذا وسلم سفير ماليزيا لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده سفيرا لدى مملكة البحرين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد كو هيون ميو سفير جمهورية كوريا، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وسلم سفير جمهورية كوريا لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده سفيرا لدى مملكة البحرين. كما وصل قصر الصخير سعادة السيد نورتين دي أندري دي ميلو رابسا سفير جمهورية البرازيل، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. هذا وسلم سفير جمهورية البرازيل لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده سفيرا لدى مملكة البحرين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني سفير ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
هذا وسلم سفير ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده سفيراً لدى مملكة البحرين، وتبادل صاحب الجلالة مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية، مشيداً بالعلاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.